طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. ينضم معي احد زملائي التربويين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشكر كل من تواجد وتعاطف من الملاك الداعم، ونحن نطالب بحقوق العقود. اهلا بكم من جديد. تتسع رقعة تظاهرات ينظمها المحاضرون المجانيون الذين أمضوا سنوات في العمل دون مرتبات في مدن عدة من العاصمة بغداد وفي المحافظات الجنوبية لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتوظيفهم بشكل رسمي. طبعا يعمل في العراق آلاف من المحاضرين المجانيين في المدارس العراقية بالمجان في ظل وعود حكومية بتثبيتهم كموظفين من خلال تخصيص أموال في الموازنة المالية للبلاد. طبعا صاعد حدة الغضب لديهم عقب إقرار الموازنة الجديدة يوم الأربعاء الماضي، وتبين عدم تخصيص أي أموال لهم ما دفعهم إلى التظاهر للمطالبة بحقوقهم. طبعا شهدت محافظات ذي قار وبابل والمثنى والقادسية وديالة والنجف يوم أمس توافد مئات من المحاضرين المجانيين والذين تزايلت أعدادهم وحاصروا مديريات التربية في المحافظات وطالبوا بحقوقهم المالية وتعيينهم بعقود رسمية قبل أن يبدأ العشرات منهم باعتصامات مفتوحة في عدد من المحافظات شهدت نصب خيام أمام مقار المديريات. وأكد أحد المحاضرين المحتجين ويدعى بسام الخالدي وهو من محافظة ديالة بأنه لا يمكن السكوت على مماطلة الحكومة والبرلمان بشأن التثبيت ومنحنا رواتب شهرية. أوضح لصحيفة العربي الجديد كيف لنا أن نواصل العمل بالمجان. يقول أعمل بالمجان منذ 5 سنوات واليوم أقرت الموازنة وليس لنا فيها أي مخصصات مالية. يقول هذا الحال لا يمكن أن يستمر. وأضاف نحن نطالب بحقوقنا وقوت أطفالنا ولن نسكت على استمرار الظلم الحكومي ولن نتراجع عن التظاهر حتى تحقيق المطالب. طبعا اتخذت المحافظات إجراءات أمنية وعززت من الانتشار الأمني للسيطرة على التظاهرات. محافظ القادسية زهير الشعلان حذر من استمرار التظاهرات أو خروجها عن السيطرة واعتبر بأن المحاضرين يمثلون قنبلة موقوتة بحسب تعبيره. وقال في تصريح صحفي بأن نحو 20,000 محاضر بالمجان فقط في محافظة القادسية وهناك أكثر من 200,000 محاضر في كل المحافظات وينبغي إيجاد حل ومنحهم حقوقهم. خلونا نشوف رسالة من متظاهري محافظة بابل وهم يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من إلقاء المحاضرات بشكل مجاني في المدارس العراقية. نشوف هذا المقطع من بابل ونرجع لكم. والحقوق تؤخذ ولا تعطى، فإذا الخطوات العملية اللي سرقوا حقنا كمحاضرين وكشعب عراقي النواب بابل وعلى رئيسهم هيثم الجبوري وعلى رئيسهم ثامر ديبان وصادق مدنون، لأن دولة خدمة كوسيان دولة ظلموا البلد بصورة عامة، ومسؤولية أبناء بابل مسؤولية مركزة تختلف عن كل المحافظات. بما أنهم دولة النواب من محافظتنا لازم نعذبهم تأديب ونسد عن كل المحافظات. إيه هيثم الجبوري احنا بفضل رب العالمين اخوانكم وخدامكم المتظاهرين ادينا الدور ومحدنا
لكم الطريق قبل لا تجون. رحنا لبيوتهم وألقينا عليهم الرسالة أنهم حققوا المطالب وإلى الآن مستهينين، فمحتاجينهم تأديب أقوى. إيه تأديب أقوى يحتاج للنواب، لأن نواب بابل أقولها وبدون أي تردد حال استهتروا يا البابل، حال استهتروا يا المحاضرين. المحاضرين كم سنة صار يعتصمون ويتظاهرون وتوجهوا لبغداد والقمعة، والقمعة وشو طالبين مثلا؟ شو الإداريين والحرفيين هو مطلب واحد، محاضر وإداري وحرفي كلها مطلب واحد، احنا مطالبين حقنا وهذا حقنا سارقين. نعم، رسالة واضحة من المتظاهرين في بابل، اتهموا فيها نواب بابل بالتخاذل وخذلانهم بعدم توفير والضغط على البرلمان لتضمين الموازنة، فقرة تثبيت أو منح حقوق المحاضرين المجانين. يعني ما معقولة في بلد سنوات صار لهم، اللي صار له 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات يحاضر بالمجان في المدارس العراقية وما يأخذ راتبه. وين وزير التربية؟ وين اللجنة التعليمية في أو لجنة التربية والتعليم في البرلمان عن هؤلاء هذه الشريحة المهمة؟ يعني إذا أخذنا تصريح زهير الشعلان محافظ القادسية يقول لك أكو 200,000 محاضر مجاني بالعراق، 200,000 صار لهم يحاضرون بهاي المدارس بلاش، واليوم طالعين تظاهرات يطالبون لأن مضت عدة الموازنة وحقوقهم ما موجودة بالموازنة. فهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على نواب المحافظات اللي يمثلون هذه الشريحة وشرائح المجتمع الأخرى، وتقع على البرلمان بشكل عام. إذا المعلم وصل إلى هذه المرحلة يطالب بحقه، طبعا احنا بنشوف التقارير الدولية وخروج العراق من جودة التعليم إن كان على مستوى المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية، ونشوف أنه المعلم ما يأخذ راتبه، فالمفروض واحد ما يتعجب. يعني هذه وحدها تكفي لإخراج العراق من جودة التعليم على مستوى العالم، إذا المعلم ما يأخذ راتبه وصار لسنوات عديدة يحاضر ويدرس بدون مقابل. معنا اتصال أبو شاكر من الموصل، تفضل أبو شاكر. أبو شاكر تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل أبو شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك عيني، اسمعني من التلفون، اترك التلفزيون. نعم ترك التلفزيون. يعني احنا تمام. ما عندنا نايب بالموصل يقول أنا أخو أختي. نعم عندنا بس فقط واحد خوش الزمان حكي عليه نايف الشمري، بس هي هذا الوحيد اللي هو اللي يجعل يدافع عن الموصل والتعصاري من الشيخ مختلف النواب وفي محافظة الموصل، ويتعقد له بس نايف الشمري. نعم لا محافظ ولا بطيخ ولا حدا بحقوق العالم، تروح على حق انت 11 تروح لك على حق هذا ابنك 11 الموصل والرمادي وتكريت وديالة بس عندك في قطعة الجنوبية واحنا وياهم والله وياهم. نعم تسقط ايران وتسقط امريكا وعيش العراق في امان الله. مع السلامة. مع السلامة ابو شاكر من الموصل. كان معنا ابو عمر من بغداد. ابو عمر، المحاضرون المجانيون خرجوا بتظاهرات اليوم الرابع على التوالي، واللي صار له 5 سنين و6 سنين ما قابض راتب واحد، رأيك؟ حياك الله استاذ عمر وحيا قناة الرافدين البطلة. حياك الدوم، يا اهلا بك. استاذ عمر، جميع المحاضرين الموجودين عندنا اللي قاعدين يخرجون بالتظاهرات او سواء جميع يعني نقدر نقول جميع شرائح مجتمع الشعب العراقي، يعني من 2003 لديهم حقوق على هذه الحكومات المتعاقبه او اي حكومه اللي قاعد حكمت العراق من 2003 ولحد الان.
فكرة استاد العراقيين جميعهم يعني من واجب الحكومات العراقية اللي ما يسموهم العراقيين او حكومات اللي فرضت نفسها بالقوة وعلى الشعب العراقي ويعني قدرت تسوي الامور اللي سوتها ما مسويتها اي حكومات سابقة. ما خلت استاد عمر نقدر نقول فكرتهم للشعب العراقي وحبهم او اعادة البناية التحتية اللي دمرتها القوات التحالف وجميع يعني الامور اللي هدأت ما بين 2003 قبل 2003 ولحد الان. فكرة الحكومات أي فكرة من هذه الحكومات اللي خلت بأنه لها موقع ولها مكانة وجميع الوزارات اللي موجودة عندنا ما وصلت أنه فد مبادرة يعني أو فد عمل تعمل به من أجل يعني هي تقدم للشعب له في مجاله في تخرجه إذا كان يعني من الإنسان اللي يتخرج يدرس من مرحلة ابتدائية إلى مرحلة المتوسطة. ما وفرت وقدمت له يعني لا من منهاج الكتب والقرطاسيات وكل الأمور اللي قدمها للطالب. فكلها كان الطالب العراقي يعني او تلميذ يشتريها يعني على حسابه الخاص وللاسف يعني قدر ان يوصل ويدرس بجهوده. لكن الحكومه او جميع الحكومات اللي قاعد بشوف هذا المواطن العراقي اللي قاعد بيتعب وقاعد بيشقى من اجل ان يوصل الى هدف من يوصل الى مرحله يخدم بلده وشعبه في مجال حال بلدان الاخرى. نعم يعني ابو عمر يعني حجم الفساد بالعراق معروف، يعرف الصغير والكبير. أكو ناس تأخذ راتبين وثلاثة وأكو ناس تأخذ رواتب لكل عوائلها وعايشة برا، بينما هذا المحاضر والخريج ما لاقي تثبيت ولا لاقي تعيين. الوزارات اللي بيها وزير أي وزير من الوزارات اللي قاعد هذول وزارات يعني ما معقول أن واحد يفهمهم إدارة البلد شلون؟ يعني من قاعد يطلع المظاهر او قاعد يطلع الانسان اللي بيحصل على فرص عمل او فرص انه يريد يقول لهم انا يا حكومه اتخرجت وانا درست وانا فهمت ارادتي مكانه بالمجتمع، انا بين اخدم وطني، اخدم شعبي، اخدم ناسي. هذول هاي الفكره ما عندهم. قاعد نشوف قاعد يقمعوهم يقتلوهم بالتظاهرات، قاعد يرشون عليهم المي الحار، يعني بيعتقلوهم، بيعتقلون الناشطين. هاي الافكار يعني سيئه. يعني احنا ما اكو عندنا وطن، ما عندنا فد اداره انه نحس نفسنا كمواطنين. يعني ما من معقوله انه هذول الناس يعني اجلكم الله بهاي ما يفتهمون. هاي الحكومه تدير هذا الشعب وتدير مسؤوليه ولها مسؤوليه كحال حال البلدان العالم الاخرى. فإذا أنتم ما قادرين إنه تسوون يا حكومة الكاظمية وجميع الحكومات ما قادرين تسوون فشي، يعني شلون يعني إدارة هاي الحكومة إدارة الشعب العراقي ما تعرفون تديروها؟ ليش هذا التجاهل اللي قاعد يصير من عندكم على حرمة الشعب العراقي؟ قاعد تهينونه وقاعد تاخذون حقه، امواله اللي انسلبت، حقوقه اللي راحت. نعم. كل هذا لمتى يعني يظل المواطن يشكي من هاي الامور؟ من يطالب وطنه، من يطالب فرص عمل تعيين، من اعاده نعم امور هواي للحياه. ابو عمر من بغداد كان معنا، رساله على الواتساب يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله، يقول هل يرضى ضميرهم عائله تعمل بالمجان؟ اني وبنتي وابني يقول وخدمنا في مجال التربية لخمس سنوات. يقول تحية لقناة الرافدين ومقدمي برامجها، ألف تحية أخوكم ستار العزاوي. هو وابنه وبنته صار لهم خمس سنوات يشتغلون بالمجان. في إطار التظاهرات صعد خريجو الكليات والمحاضرون المجانيون من تظاهراتهم في عدد من المحافظات احتجاجا على عدم إصدار الحكومة الحالية قرارا بتعيينهم على الملاك الدائم في محافظة ذي قار. وصل المحتجون من خريجي الكليات اعتصامهم المفتوح وقاموا بإغلاق ثلاث دوائر نفطية
مطالبين بتوفير درجات وظيفية، وقال محتجون بأنهم مستمرون بإغلاق مبنى شركة نفط ذي قار والمصفى النفطي ودائرة توزيع المنتوجات النفطية على خلفية عدم تضمين درجات وظيفية لهم ضمن الموازنة المالية العامة لسنة 2021، وأكدوا استمرار اعتصامهم المفتوح أمام بوابات الدوائر الحكومية إلى حين تحقيق مطالبهم. وشهدت ساحة الحبوب وسط الناصرية انتشارا أمنيا من قبل القوات الأمنية بعد وصول العشرات من المحتجين إلى الساحة. متظاهرو مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار خرجوا باحتجاجات حاشدة قرب تقاطع البهو للتأكيد على استمرار ثورة تشرين حتى إسقاط نظام المحاصصة الطائفية في العراق. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد استمرار ثورة تشرين وتخريج شهدائها، وأخرى رافضة لوجود أحزاب المحاصصة الطائفية واستمرارها بالتسلط على رقاب العراقيين. طبعا في إذا أخذنا في محافظة المثنى، المحاضرون المجانيون قاموا بإغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة المثنى والعديد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية القريبة من المديرية احتجاجا على عدم إصدار الحكومة قرارا بتعيينهم على الملاك الدائم. يأتي هذا في وقت هددت اللجنة التنسيقية للمحاضرين المجانيين في المثنى بتصعيد الاحتجاجات ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم بالتثبيت، وحملوا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المسؤولية عن مقتل أي محاضر في التظاهرات. طبعا أشارت اللجنة إلى أن المحاضرين مستمرون بالاعتصام وطالبوا بعدم التصويت على الموازنة قبل إنصافهم، وبيّنوا بأن لا خيار لهم سوى التصعيد بعد المهلة التي أعطيت للحكومة وتنتهي الثلاثاء مع جلسة مجلس الوزراء. معنا اتصال أبو راقية من ديالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. شلونك؟ يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. أستاذ عمر، احنا هي هاي مال المحاضرين. نعم. همنا شيء لازم نتداوله. وشيء ثاني أستاذ عمر، هاي مال النزاعات العشوائية. الدفير. يعني نعم. أمام القوات الأمنية قاموا يقتلوني ويحرقوا البيوت ويدقوا لي بيوت بالرصاص. قدام الشرطه قاموا يقتلون. زين احنا الى متى شلون تالي نحمي انفسنا ونحمي حوالينا؟ نعم. يعني ما نزعت العشوائية، يعني الى متى نبقى متخلفين؟ احنا هذول بس لابسين العبر وهي وما بيديهم كل حال. يعني هاي اليوم بالنجف امام القوات الامنيه، يعني ماكو ايش دوله، يعني ماكو ايش دوله، لا دوله تحل العالم، لا تحمي العالم، لا موازنه مثل العالم بها خير. يعني أتعز دولة أصبحت بالعالم دولة العراق مالتنا، أفشل دولة أصبحت بالعالم. نعم. يعني مكافر مثالة والله العظيم، كفر حكمه بلد. يعني لو ترجع للتاريخ أصلا محاكمين بلد دولة، بس هو شو تسوي له؟ هو الله نبهم عليهم بلوة سبحان الله. نعم. وهاي بخصوص المحاضرين اليوم يمنع بديو الأمينة. نعم. نصبوا خيم وقطعوا الشوارع. بس أنا أقول أستاذ عمر، يعني الصراحة لو في قنوات الصور دين كتلهم، يعني دول الشغب دين كتلهم، يعني لو بينهم شرطة شغب نطل البارحة نهزمه البارحة حادهم اليوم نطلقه. أنت ذكرت موضوع النزاعات، ذكرت موضوع النزاعات العشائرية وذكرت موضوع قمع المتظاهرين، يعني شلون تفسر هذا التناقض؟ يطلق النار أمام القوات الأمنية وما يقدر يحشي ويا هذا اللي شال سلاحه ويضرب، بينما المتظاهر الخريج السلمي اللي طالب حقه بطريقة حضارية وسلمية وديمقراطية يقمع ويضرب ويقتل، شلون نفسر هذا التناقض؟ صحيح أستاذ عمر، مو احنا دولة بطن دولة، احنا هي اصلا دولتنا هي ميليشيات، هي دولة عصابات. نعم. فيعني من انا اجي اشيل مسدس واقتل شخص، فالدولة ما تستغرب، لان هم ايديهم ملطخة بالدماء وهم ايديهم ملطخة بالدماء، فماكو فارق بيناتهم، يعني بيناتهم وبين الميليشيات ماكو فارق. هم جوا من كتل العالم، فجوا من اصلاح العالم واصلاح البلد. الميزانية انقرت، النتيجة شنو؟ الدولار يرفع ينزل، الفقير ما عنده ياكل. نعم. واحنا مقبلين على رمضان بعد شهر، هم ما هم شيء. كلامهم هم هذول يردون نطلع للعراق نخليه لهم.
وبعد كم سنه يقول انا ذاك يوم بتابع تقرير يقول احنا الا يصفى 5 ملايين يلا نسال الله ان يغفر العراق. يقول لك كله يصفى عدد 5 ملايين يلا نشوفه. نسال الله ان يغفر العراق والعراقيين. ابو راقي من دياله كان معنا. حسام من ذي قار. حسام اليوم طلعت تظاهرات صار لها 4 ايام في ذي قار في محافظات اخرى من المحاضرين المجانين. هل ما طلبه المحاضرون المجانيون أمر تعجيزي اللي صار لخمس وست سنوات يحاضر المجان؟ هل طالب بطلب تعجيزي للحكومة أو للبرلمان حتى يضمنوهم في الموازنة 2021؟ تفضل حسام. تسمعني حسام؟ حسام من ذي قار. نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع حسام من ذي قار. كذلك خرج المئات من المحاضرين المجانيين في محافظة كربلاء بتظاهرة للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم. ناشطون قالوا بأن تظاهرة حاشدة انطلقت من نقابة المعلمين باتجاه مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين في الموازنة قبل المصادقة عليها، وهددوا بالتصعيد والاستمرار بالتظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم. في العاصمة بغداد نظم المحاضرون المجانيون تظاهر أمام مبنى وزارة التربية وسط إجراءات أمنية مشددة. وأوضحت مصادر صحفية بأن المحاضرين المجانيين تجمعوا أمام مبنى وزارة التربية في تظاهرة كبيرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. وأوضحت بأن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون اقتحام مبنى الوزارة من قبل المتظاهرين. معنا اتصال. في اتصال. حسام من ذي قار يعاود اتصال. حسام قبل انقطاع اتصال معك سألتك انه هناك تظاهرات في ذي قار من المحاضرين المجانيين يطالبون بحقوقهم اللي صار له 6 سنوات وخمس سنوات دي حاضر بالمجان. هذا امر تعجيزي بالنسبة للحكومة والبرلمان حتى يعطوهم حقوقهم برأيك؟ حسام تسمعني؟ حسام حسام تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع حسام من ذي قار. نذهب إلى ديالة حيث أغلق المحاضرون المجانيون مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة احتجاجا على تهميشهم وعدم تثبيتهم. يأتي هذا في الوقت الذي واصل المحاضرون اعتصامهم أمام مديرية تربية المحافظة وسط مدينة بعقوبة لليوم الثاني على التوالي، فيما أكدوا استمرار اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم بالتعيين على الملاك الدائم. أعلن المحاضرون رفضهم لتمرير البرلمان لموازنة العام 2021 دون أن تتضمن فقرة تعيين المتظاهرين. في كركوك كذلك أغلق المحاضرون المجانيون وخريجو الكليات في محافظة التأميم مبنى مديرية تربية كركوك احتجاجا على استمرار التسويف الحكومي لمطالبهم بالتوظيف. أظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون احتشاد عدد من المحاضرين أمام مبنى المديرية ونددوا بتجاهل السلطات الحكومية لمطالبهم. هذه الأزمة صار لها أيام، مو بس أيام، صار لها سنوات يعني يعاني منها المحاضرون المجانيون ودعاها تتسع، خاصة مع عدم تضمينهم في الموازنة المالية لعام 2021. بعد سنوات من الخدمة دون مقابل خرجوا الناس يطالبون بحقوقهم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@rafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر
حساب انستغرام موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من صفحة القناة على الفيسبوك وحساب القناة على تيليجرام. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. خلونا نروح على موضوع آخر. البارحة انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع قيل بأنه في البصرة لرجل يقوم بإطلاق النار على طريقته، والخلاف هو على النفقة. هذا المقطع أثار غضب العراقيين، ومنهم من قال بأن هذا الرجل شرطي، يعني على بحسب منصات التواصل الاجتماعي يقوم بضربها بثلاث طلقات. إحدى كاميرات المراقبة صور الحادثة مثل ما راح نشوفها بعد قليل، في ظل فوضى انتشار السلاح، في ظل ضعف القانون وضعف الجهات المعنية بضبط القانون. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. شلون يقوم بإطلاق النار؟ قيل بأن هذه طليقته، وبعدين يأخذ الطفلة، شوف يعني كأنه عصابة فيلم مكسيكي، والله ما أدري يعني هذا اللي صاير بالعراق مع الأسف. هذه الحادثة قيل بأنها في البصرة، والخلاف هو على خلاف مادي، خلاف النفقة. مع الأسف هذا يحدث في ظل غياب القانون الحقيقي، في ظل غياب ردع المتجاوزين على القانون، في ظل انتشار السلاح، في ظل انتشار الميليشيات. هذا اللي صاير بالعراق. هذا المفروض مباشرة يتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء ومحاسبته عما قام به، وموثق بهذه أو هذا المقطع. طبعا هم بالبصرة، وإحنا نتحدث عن فوضى السلاح بالبصرة، البارحة هم انتشر مقطع، هم انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي، دقة عشائرية على بيت، واقفة دورية الشرطة وكل شيء ما سوت. اجوا الأشخاص رموا على راحتهم، ضربوا البيت المستهدف، قوات الأمنية لم تحرك ساكنا كالعادة، ما يحدث في النزاعات العشائرية. وقبل الفاصل أبو راقم من ديالة تحدث عن هذا الموضوع، سألناه أنه ليش المتظاهر السلمي يتم إطلاق النار عليه وقتله، يعني شوف القوات الأمنية بالتظاهرات السلمية بالعراق تقول ما شاء الله شنو هاي القوات، لكن قادرة بس على المتظاهر السلمي، على المواطن الفقير مثل ما يتحدث المتظاهرين. ولكن اللي نشوفه أنه في نزاعات العشائرية ما يقدرون يحركون ساكن، نزول الميليشيات في الشوارع ما يقدر يسوون شيء. خلونا نشوف المقطع اللي صار البارحة بالبصرة نرجع لكم.
واقفة دورية الشرطة والجماعة دا يطلقون النار ما يسمى بالدقة العشائرية، يعني بس عوز الشرطة تشيل الشواجير وتعبي للمسلحين. هذا اللي دا يصير بالعراق. طبعا المواطن من يشوف هذه المقاطع، وهم الجماعة الطبقة السياسية بالعراق الحاكمة قرعوا راسنا بالهيبة الدولة، ما يبقى أصلا هيبة. يعني هذه المقاطع اللي نشوفها يوميا بشكل يومي، يعني مو مقطع ومقطعين، تخلي المواطن ابدا بعد ما يحترم يعني هذه القوات. طبعا مع احترامنا احنا للقوات الامنيه، ولكن اللي دا يصير الشيء مو حاله وحالتين. يعني هم مرات يطلع يقول لك لا والله هذه حالات فرديه، لا دا يصير صار له سنوات. يعني هذا التصرف كانه المقطع يجي واحد إن كان عراقي أو غير عراقي يقول لك هذا في حماية الشرطة، هذا دا يضرب على البيت الثاني. وين القانون؟ وين ضبط الأمين إذا هذه الوضعية؟ ومرات طبعاً نحن نشوف إذا نحشي في السياق النزاعات العشائرية تصير معارك بأسلحة متوسطة وأسلحة خفيفة وبوقوف كذلك دوريات القوات الأمنية، ولكن ما تحرك ساكن. شو وقت يوضع حل لفوضى السلاح في العراق؟ يعني مع الأسف الميليشيات هي المسيطرة في العراق. أكو اتصال، علي من أربيل، تفضل علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله بالنسبة لموضوع مع المحاضرين، نعم، أنا أتصور هاي مثل ما تقول بداية ثورة، نعم، ضد الجهل ضد هذول. يعني إحنا تنشوف يعني مجلس النواب بكل دول العالم، نعم، يعني يقتل نفسه على حقوق شعبه، بس هذول يقاتلون في سبيل مصالح دول ثانية. نعم. مصالح دول ثانية. يعني التعليميين يعني إذا تريد تحتل دولة أو تخربها، أنت لازم تحارب التعليم بها. لما نجد ما يكون الفشل بالتعليم زايد، الدولة هاي تسقط شوية شوية. وبالنسبة لهاي الدقة عشائرية قبل شوي، طبعا مثل ما شفنا بالتلفزيون مبرز مع الشرطة الصور كانت واقفة وما قدامهم بيرمونوا. هاي يعني وين القانون؟ يعني تحشي ياهم يقول لك سيادة الدولة، تحشي ياهم يقول لك أمن دولة، تحشي ياهم يعني شعارات كبيرة يحشون بها، وكل شيء ماكو، كل شيء ماكو، ما نشوف شيء منهم يا أخي. وأكو يجيبوهم على الإذاعات يعني يحاوروهم، هذا مثل واحد هذا أمير الموسوي، نعم، طبعا ذاك اليوم وين نجم الرباعي برنامج التقى به ثق، قال العراق لا إلى دولة ولا إلى وجود ولا إلى ما أدري شنو، حتى المذيع هم جاوبه. والله هاليوم هم نفس اللقاء ثاني مسويني أهمين مقابل خالد الملة الصور، هم حكي غلط طبعا جاوبه الأخ خالد. يعني عندنا احنا وطنيين، بس المشكلة أنا هي أخوت الشيعة يعني بالجنوب، يا أخوان لا تكونوا عاطفين، أنت فكروا بعقلكم لما تباعون على نوابكم، لما تصوت يا أخي
صوت الواحد يعني شويه يريد مصلحتك شويه. يعني اذا شغله تجي على حقوقهم هم شو بتنقلب الدنيا. ما يسووها ما يسووها بس في سبيل انه مصالحه هو كل شيء يسوي. يعني هذا المقطع هسه اللي نشوفه على الشاشه، هذا هسه اللي نشوفه على الشاشه واللي عرضناه قبل قليل، هاي الدقه العشائريه امام انظار القوات الامنيه، انت كمواطن شو تفسرها؟ والله انفلات اسلحه منفلته بالدوله. يعني ما 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 اعرف والله وين القانون، بس القانون بس يطبقوا على الفقره تدري؟ نعم يقول لك قانون ودوله وسياده وما ادري شنو. قلت له هذا حشاكم عيبا ما احكيها والله، هذا السليماني اللي خرب العراق تحكي وياهم يتصنفون يقول لك احنا حمينا العراق. احنا اليوم تدري كان شو يقول هذا امير الموسوي؟ كان شو يقول؟ يقول طائرات العراقيه لما حطت العراق قبل ضربه الخليج الثانيه مال امريكا قال حطت يمنا حطوا عربون عن خسائر الحرب العراقيه الايرانيه. طبعا الاخ جاوب قال له شنو الحكي هذا؟ ها هذا شرف سلاح شلون يصير من تعربون هذا حكي؟ نعم يعني يا اخي ما اعرف يعني هذول منين جايبينهم يا اخي؟ يعني قمه قمه بالكلاوات وبالكذب والنفاق والشقاق. ما اعرف شلون الله يخلصنا منهم. نعم شوف يعني انت تشوف صلوات والله. أنا أشكرك علي من أربيل كان معنا. صباح من بغداد. أخي صباح، يعني قبل ما ندخل بموضوع المقطع إحنا كنا نتحدث بالجزء الأول حول المحاضرين المجانيين. محاضرين المجانيين أكثر من 200,000 محاضر مجاني صار لهم 6 سنوات يحاضرون، والجماعة بالبرلمان ما تذكرهم بالموازنة. رأيك أستاذ عمر؟ نرحب بكم قناتكم الكريمه. حياك الله يا اهلا بك. بالنسبه للبرلمان والحكومه والقاده الكتل ما يعيرون اي اهتمام للمواطن العراقي، المفروض بيهم كبرلمانيين ويقول لك احنا ممثلين الشعب واحنا انتخبنا الشعب. نعم. كمحاضرين يرفعوهم الى درجه شويه اعلى يثبتوهم عقود، لان الميزانيه كلها باقت والقبلها ميزانيات كلها باقت، فنعذرهم نعذر السياسيين لان ما محاسبين اي حساب للمواطن العراقي. فالمفروض بيهم كوزير تربية وزير تعليم عالي أو رئيس الوزراء يقرون قانون المحاضرين، يعني عقود في سبيل شوية نفسيتهم التعبانة اللي جاي يحاضرون ببلاش مجانا، شوية يصير عقد يجي مبلغ من المال ويتأمل ما بعدين، لأن سابع المستحيلات تعيينهم. ليش ما خلهم بالميزانية تخصيص مالي للدرجات الوظيفية؟ كل العراقيين يعرفون من سابع المستحيلات ما جايين يعينون ويبنون دولة ويبنون مصانع ويدعمون الزراعة ويدعمون التجارة. الميزانية خالية وخاوية، بقت إلهم بس سرقات للمحافظات. المحافظات تشوف المحافظات تجيها ميزانية، المفروض بالمحافظ هم يعير اهتمام للمحاضرين بالوزارة التربية، ما داروا لهم أي بال، كلها بوق بسرقات. ما عندهم خطة لبناء دولة، ما عندهم أي دعم لأي وزارة، ما عندهم فكر، ما عندهم يعني بناء بنية تحتية للعراق، جايين يسرقون فقط. فشوف حاليا المحاضرين جاي يعانون وعندهم عوائل في كل أنحاء العراق. يعني فالبرلماني ورئيس الكتلة والأحزاب الموجودة كلهم ناس فاسدين، وجاي جاي جاي يثبتون للشارع العراقي وللعرب الموجودين بالوطن العربي إن هاي الحكومة حكومة فاسدة فاسدة بامتياز، واللي جاي يدعمها مع الأسف المرجعيات جاي تدعمها بدون استثناء، واللي جاي يهيئل هاي القانونيا مجلس القضاء الأعلى. يعني هذا العدد الهائل من الخريجين بدون وظائف، يعني يمكن بالسنة أكثر من 100,000 خريج يتخرج من الجامعات والكليات والمعاهد، وين وزارة التخطيط عن تنظيم العملية؟ إذا حكينا بدنا نحكي عن العملية التعليمية، يعني إحنا بدنا نشوف كليات أهلية بشكل كبير منتشرة بالعراق، خريجين عشرات الألوف بالسنة، بينما إحنا بدنا نشوف أكو خطة من قبل وزارة التخطيط اللي تابعة في الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 حتى جدول هذا الأمر. يعني أنت اليوم يدخلون عشرات الألوف يتخرجون ولكن ماكو خطة لجعل هؤلاء في أماكنهم حتى يكونون منتجين أيدي عاملة للبلد.
دكتور عمر، إذا الوزير التخطيط جاي على محافظة طائفية ومنصبه هذا منصب يعني مثل تقول سياسي من تابع الحزب، فهذا بالطبع يعني شخص يعني مو مناسب بالمكان المناسب جاي. كل الوزراء التخطيط اللي حاليا والسابقين ما خلّم دراسة جدول أو خططة من المشاريع حقيقية في سبيل يفرضها، يطلع مؤتمر صحفي ويحكي وزير التخطيط يقول احنا خططنا لهذا العام المقبل ان المشاريع الفلانية، درجات التعيينات، الدرجات التعويضية الموجودة بالوزارات، كل هالوزارات اكو درجات يسموها درجات تعويضية مثلا المفصولين والمطرودين والمتوفين والمنتهية يعني وظائفهم، طالع كل التقاعد درجات موجودة. نعم. طالع التقاعد المفروض هاي الدرجات التعويضية ترفع للوزير، أي وزير كان بكل الوزارات، ويتم تخصيص بديل عنهم. حتى هاي الدرجات التعويضية ما استغلتها الوزارات في سبيل إرضاء طبقة من الخريجين والناس اللي قاعدين عاطلين عن العمل، لعد شون أهلهم تعظم عليهم ودرسهم وكلية وخلصهم وبالتالي يشتغل في مجال مو اختصاصة، أو مثل محاضرين، دول المحاضرين اللي تعبانين يعتبرون موظفين حالة حال الموظف الموجود، دوامه ونهاية الدوام والدروس والمحاضرات ودرجات وتعبانه، لكن ما حد على الأقل أعطوهم تثبيت إلى عقد تحويلهم إلى عقود. لكن وزير التخطيط وامثاله بكل الوزارات ما عندهم فكر ولا جاي يخدمون البلد، جاي يدمرون البلد، سواء وزارة التخطيط او المالية او التجارة او الزراعة او الكهرباء، جايين لدمار بلد. وهذا فعلا هذا واقع الحال. العراق اصبح على عهد حزب الدعوة والحزب الاسلامي وكل الاحزاب بدون استثناء. اخي صباح يرثى لها. نعم، ارجو ان تبقى معنا بس ناخذ احمد بن بغداد. تفضل احمد. احمد بن بغداد ما زال معنا؟ انقطع اتصال مع أحمد. نعم أخي صباح، أرجع لك على موضوع الدقة العشائرية والمقطع، وهاي مو جديدة بس المقطع صارت الحادثة قدام القوات الأمنية متفرجة وكأنها تقدم العون والغطاء للمهاجمين من أصحاب الدقة العشائرية، رأيك؟ أستاذ عمر، احنا مرات من نحكي بحرقة ونقول ان وزارة الدفاع وزارة الداخلية اللي هي ماسكة الملف الامني في العراق يعني انهم جزء من هاي الميليشيات، وان وزارة الدفاع والداخلية مخترقين من قبل الميليشيات ومخترقين ايضا من قبل اللي خارجين عن القانون. فاحنا نسأل الوزير الدفاع ووزير الداخلية وابو الامن الوطني ورئيس الوزراء والرئاسات ثلاثة بالكامل، يعني هاي الموضوع لو صاير بالانبار بالموصل في ديالة في صلاح الدين في بغير مكان كان تسوهم، كان كوبل تهموهم تهمة أربعة رهاب وصارت حرب عليهم. لكن ليش هسه هذا الصمت والسكوت على هاي الدقات العشائرية الموجودة والمناطق معروفة بها كلها سلاح خارج القانون؟ إذن أكو تخاذل وأكو شغلة محافظة ومقصودة مناطق عن مناطق. فهاي الدولة اللي جاي تحكم العراق من 2003 لحد الآن، والاغتيالات والكواتم والكاتيوشا وغيرها كلها هي مسؤولة عنها الدولة. هذا الملف الأمني المفروض رئيس الوزراء يقف على رجل وساق يعني في سبيل يحل هذا الموضوع، لكن هو ما يقدر يحتك، جابوه الفترة معينة لما يوصلهم للانتخابات القادمة. ما مقبول من عنده مصطفى الكاظمي أي احتكاك بالميليشيات أو الخارجين عن القانون، المفروض يتهمهم هذول اللي شالهم سلاح ودقهم أي بيت دقة عشائرية يسموها، يتهمهم كل الاغتيالات اللي صارت بهاي الفترات السابقة، يتهمهم بالدراجات الهوائية والكواتم وغيرها وقتل الناشطين السياسيين. صباح كان معنا، شكرا لك. صلاح من كركوك، تفضل صلاح. صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العزيز تفضل. إذا نحكي عن المسلوخة عقودهم. نعم تفضل. نعم أستاذ العزيز، هذه المشكلة إنه الحكومة اللي تلغي هاي الفقرة، وهاي الفقرة مهمة كلش، يعني أكو ناس بقت تنتظر هاي الشغلة وواقفة حياتها كلها على المسلوخة. نعم، فنرجع ان شاء الله من الحكومة يعني تنظر بهذا الموضوع وتراجع امورها وتمشي هذا الفقرة. نعم يعني اشكرك صلاح من كركوك كان معنا. خلونا نقرا رسائل الواتساب باخر دقيقة. ام علي من بغداد تقول السلام عليكم استاذ عمر، اشكر قناتكم على هذا الموضوع، تقول الله يخلصنا من الحرامية. يقول والله باقوني 12 مليون فلوس والديانة، تقول اجى الشيخ على اساس يحلها، باقها وانهزم
يقول الله يخلصنا منهم. رسالة أخرى تقول فيها، يقول فيها: السلام عليكم أخي العزيز، العراق صار بين الأحزاب والسياسيين دقة عشائرية، والمواطن راح بيها حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أحيي قناة الرافدين التي تنقل صوت المظلوم، من خلالكم أناشد السيد هادي إرزيج المحترم، رجل كبير في السن، يقول أقاموا عليه دعوة كيدية بسبب قطعة أرض وانحكم 15 سنة بدون أي إثبات، وهو بريء من هذه التهمة. معنا اتصال أحمد. أحمد من بغداد. أحمد انقطع الاتصال مع أحمد من بغداد. حسام يقول كلمة صغيرة: الحكومة ما راح تعين أي محاضر أو خريج أو صاحب شهادة، لأنهم يريدون أن يبقى العراق متخلف ودايخ وراء لقمة الخبز. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.